سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق قضية بتشغل ناس كتير وطول الوقت كلنا بنفكر فيها. ناس بتسعى على رزقها وناس بتفكر ربنا يرزقنا ازاي ونحافظ على الرزق ده ازاي ويزيد ازاي. كل دي أسئلة بتدور في أذهاننا كتير. بس هل الرزق كله مال فعلا؟ وهل هي الأرزاق منحصرة بس في المادة؟ ولا في حاجات تانية ممكن يبقى ده رزق من ربنا وانت مش عارف هو ايه؟ وازاي نعرف نحافظ عليه وازاي نقدر نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى؟ بينور النهاردة الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جامعة البر والتقوى. هنتكلم معاه عن الموضوع ده وازاي ربنا يرزقنا الخير والسعادة والرضا والأرزاق الكتير دي إن شاء الله. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسلام. منورني من جديد. ربنا يبارك فيك يا رب وسلامك. قضية الرزق يا دكتور بتشغل ناس كتير وتشغلنا عامة، يعني طول الوقت بنفكر في الأرزاق وساعات كتير بنحصرها في المادة والفلوس والحاجات الملموسة بس، وما يعني في أرزاق تانية ربنا قال لنا عليها بتبقى مش باينة مع إنها وبتبقى أهم بكتير من المادة، فنتكلم عنها نقول النهاردة. هو بص، قضية الرزق هي سبب المشاكل كلها اللي احنا فيها. إن احنا مش فاهمين قضية الرزق كويس، أو على الأقل المسلمين مش فاهمينها كويس. لازم نكون عارفين إن المستقبل مش بتاعنا، ملناش فيه، ما نعرفوش. لان انت مش عارف ان بعد دقيقه ايه اللي هيحصل لك. صح. ممكن ياما ناس جهزت واشترت وبنت وخزنت وماتت. يعني ده حقيقه. فانت ربنا عز وجل لما خلق الانسان خلقه عشان يعبده وياخد بالاسباب. من العباده انك تشتغل على قد المطلوب. يعني انت تنزل تشتغل، جبت اكلك شربك اكل عيالك، ما تفكرش في اكتر من كده، لان مش بتاعك. ده السعي يا دكتور. بص، فامشوا في مناكبها. حتى لما اتكلم عن الرزق قالك فامشوا في مناكبها. امشي، ما تجريش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا بنشتغل 16 ساعه في اليوم. معايا؟ في ناس بتشتغل مش مقضي. صح؟ ليه؟ لان احنا عايزين وقصاد الشقه وقصاد مش عارف ايه وبعدين الشاليه وشاف ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده هيأثر على تربيتك لأولادك. تخيل ان احنا بنشتغل على قد المطلوب، بس نربي أولادنا على كده، على القناعة والرضا. لو احنا عبدنا ربنا صح احنا هنؤمن بقضية الرزق صح. لان الصلاة رزق. عارف الاذان اذن من شوية لصلاة الظهر مثلا، يعني سمعوا كم واحد؟ ما في ناس كتير ما سمعتش الظهر. اللي سمع ده رزق. بس مين صلى؟ او في ناس سمعته ملكتش. ده رزق. ما انا اقول لك، هو مين بقى صلى في اللي سمع؟ ده رزق. ان انت تقوم تصلي الفجر ده رزق. ان انت تساعد الناس ده رزق. ان انت تبقى قايم كده، يعني اذا اصبح ابن ادم امنا في سربه عنده قوت يومه، ده قمه الرزق. عندك قوت اليوم مش قوت السنه. مش مخزن بقى السنه ولا سنتين جايين. عنده قوت يومه فقد حزت له الدنيا بحذافيرها. انت كده اغنى واحد في الدنيا. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. لو عنده قوت يوم واحد بس، اللي هو اليوم اللي عايش فيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واظن ده قدوتنا، صلى الله. تمام. كان يمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة ولا يوقد في بيته قدر. مفيش أكل بالطبخ في البيت. الله. وكان بيرجع من الصلاة: عندكم طعام؟ صلاة الفجر. يقولوا: لا يا رسول الله، إذن إني صائم. مش ليه بقى ومليش ويروح. ده في ناس بتشتغل موظفين وبيطلع من الوظيفة يروح يشتغل أوفر تايم تاني ويرجع مهدود ونام. مين رب عيالك؟ مفيه، هما شافهمش. هو انت العيال دي انت اللي هتحاسب عليها، مش هتسأل على رزقهم. انت هتسأل على تربيتهم. انا مش بقول لك ما تشتغلش، انت لازم تاخد بالاسباب. ربنا السماء ما بتنزلش لا ذهب ولا فضه. انت هتشتغل بس عندك مهام ثانيه كتير. ليه حضرتك عايز تقول التوازن بقى يا دكتور؟ فكره ان انت تعمل توازن في حياتك. ما يبقاش ده شغلك عن ده ولا ده شغلك عن ده. وبعدين ربنا دلنا على حاجات بسيطه ازاي نبقى اثرياء. او مستورين، بلاش ثري، خلينا مستورين. مستور. في امور كده لازم احنا كمسلمين نؤمن بها ونبتدي ننفذها على نفسنا. وهنلاقينا مقصرين فيها، بالتالي الحياه ضنك. صح. خلاص. يعني اول حاجه تمنع منك الرزق خالص بقى وتدمره. انت كده كده رزقك نازل، بس مكتوب عليها على المستشفى معتدى المرش، على الصيدليه معتدى المرش، على مش عارف السمكري معتدى المرش، اللي هو هيجي لك الرزق بس ما تعرفش هيروح فين ومش مكفي. تمام. انا اعرف ناس مليونيرات اقسم بالله بيروح سالف مثلا 100 جنيه عشان ياخد اكل وماشي. مليونير. والاسم ان هو معاه اسم مليونير فقير. يا جماعه الغنى مش فلوس. الغنى ستر، صحه،
بركه في العيال، بركه في البيت، تبقى انت قاعد كده مع مراتك مبسوط ومش كل يوم في المحاكم. صح. تمام؟ عشان تاخد ده كله محتاج رضا من ربنا. دي الارزاق اللي مش ملموسه يا دكتور. دي وهي دي الارزاق. احنا بنشتغل ليه يا استاذ مصطفى؟ عشان ربنا يكرمنا ونعيش حياه كريمه وتبقى الحياه مين مستوره. ما عشان تعيش. صح. تعيش حياه كريمه. صح. هو مين اللي هيعيشك الحياه الكريمه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو انت مقصر في حقه. صح. هو قارون كان حد اغنى من قارون؟ لا. راح فين؟ خسفنا بيه وبدار الارض. مساله مش فلوس. خالص. اول حاجه ركز انك تعبد ربنا. صح. ابدا اصلي الفجر الاول، ما صليتش بص ما تتكلمش في قضيه رزق خالص. انت هتبقى متنكد عليك طول عمرك. صح. عشان نبقى عارفين، لان ربنا بيقولنا في القران: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده ربنا اللي قال ده، انت هتشوف ايام. طب السؤال يا دكتور، فارجع صلي. طب لو واحد يعني، هل ده يبقى شرط ان انا لو صليت وعملت كده هيبقى لي الرزق؟ دي البدايه. يعني ما الناس بقى بتربط الحاجات دي. طب لا، انا صليت وعملت وصمت وكده والدنيا برضو ضيقه بص يا استاذ مصطفى، في واحد بيعيا ياخد برشامه ريفو يروق شحتها. صح. وفي واحد بيعيا نفس التعب وبيصرف له مثلا 100,000 جنيه ومرقش ونفس المرض ونفس كل المرض. عرفته حاجه اسمها البركه، ما بتتباعش ولا بتشتري. مش موجود محل اسمه محل البركه يبقى يبيع البركه. البركه دي فتحه في السماء جنب فتحه الرزق بتاعنا. خلاص. يا تتفتح مع الرزق يا تتقفل. اتقفلت والله لو ملكت الدنيا هيبقى جاي لك رزقك بس ما فيهوش بركه. انما ممكن البركه لوحدها تغنيك. بص، انت ربنا كرمك ببنت او ولد قانوعين جدا. بياكلوا عيش وجبنه، ما بيحبوش حاجه تانية، ما بيحبش وجبنه خلاص. كده عايش كده او ما بيطلبوش حاجه. وجودنا كانوا كده معايا. الناس كانت زمان عايشه كده. لو عايز بقى لا كباب ولا جمبري ولا ملوش في الحاجات دي. بفلوس. صح. اتقللت. شاطر في المدرسه ما بياخدش دروس. ما بيحبش الدروس، بيعتمد على نفسه. بركه في العلم. احنا بنصرف كام على الدروس الخصوصيه؟ انت عارف كان اخر احصائيات السنه اللي فاتت كام؟ رغم محاربه الدوله للدروس 12 مليار جنيه. يا رقم كبير قوي. جم منين دول؟ ميزانيه كبيره. بينحت في الصخره عشان يوفر. طب. ده وزوجه بتشتغل والعيال الشارع اللي بربنا. يعني لو توفرت وصرفت على التعليم دي هتوفر الدوله تتغير طبعا. تخيل، انا عجبني واحد بيقول لي لابنه ايه؟ بص تعالى بقى في الثانويه عامه. قال له بص هناخد دروس بكام؟ مش عارف بكام، 1000، مبلغ كبير داخل حوالي 150,000. قال له اسمع، في اول السنه قال له بقول لك ايه؟ احط لك ال 150,000 دول في البنك خلاص ليك انت باسمك. باسمك انت. ولا تاخدهم تدهم لبتوع الدروس؟ قال له لا، انا هعتمد على نفسي، حطهم لي في البنك. ما عارف ان هو هياخدهم. الولد في كليه الطب دلوقتي طبعا. عشان عارف ان هم هياخدهم. ما هو لا، هو الولد فكر، هو اب ذكي طبعا، والولد ربنا هديه. ما هو ده رزق برضه. رزق طبعا. واحد تاني يقول لك وانا مالي، لا انا هاخد زي زمايلي. الرزق يا جماعه ان ربنا يهدي لك ولادك، ده قمه الرزق والله. دكتور، موضوع الرزق كبير ومتشعب. موضوع كبير. ربنا يرزقنا الرضا، ده اهم.